الاستاذ عبد الغفور عبد الحميد، الاستاذ موسى قاعد عن لجنه التواصل. فتوى اليوم هي للعمل التعسفي، العمل الانتقامي، العمل لا قانوني التي قامت به وزاره التربيه الوطنيه تجاه العاملين بالاقسام وهم النساء ورجال التعليم بتوقيفهم بطرق غير قانونيه، باعتبار ان الاضراب هو حق دستوري وحق مكفول من القانون، فلا يمكن لمدير الاقليمي او المدير المركزي ان يوقف نساء ورجال التعليم بشكل تعسفي، لاننا في الوظيفه العموميه هناك مساطر يجب تتبعها وتبدا بالاستفسار ثم بلفت انتباه ثم بالانذار ثم بالتوبيخ ثم بعد ذلك ياتي بعد التوفيق بعد ان يمر بالمجلس التاديبي. لكن ان نرى ان هذه التوقيفات فيتؤكد لنا على ان هذا النظام الاساسي الذي رفض بالاجماع انه يكرس ما كنا نخاف منه، وهو تفويت قطاع التعليم كما تم تفويت قطاع الصحه. بالنسبه لي الذي اخرج نساء ورجال التعليم هو القهر وهو التهميش وهو الحقره وهو عدم انصاف نساء ورجال التعليم. جميع الموظفين في قطاعات اخرى يتمتعون بحقوقهم كامله غير منقوصه، سواء على مستوى الرتب، سواء على مستوى التعويضات، سواء على مستوى الاجره، الا ان اذا تصوروا على ان نساء ورجال التعليم كانوا فيما سبق يحتلون المرتبه الثالثه في سلم الاجور، الان يحتلون المرتبه الرابعه والثلاثين في سلم الاجور. وهذه المساله هي مساله مقصوده، هذه مسألة مقصودة لمحاولة النقص من المكانة الاعتبارية والمعنوية التي يحظى بها رجل التعليم من حيث الشهامة ومن حيث المصداقية ومن حيث المشروعية ومن حيث التأثير في المجتمع، لأنه يعري ما يعرفه المجتمع من تناقضات. إذا فهذا النوع من تهميش رجل التعليم هو مسألة مقصودة، لأن نعتبرها أنها مسألة تقوم بها الحكومة، وهذا التعنس ديالها يؤكد على أن هذا شيء مقصود. نحن لا نطالب بشيء إلا نطالب بحقنا. إذا فنساء ورجال التعليم ظلموا منذ 12 سنتان وهم ينتظرون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتتنكر دائما الحكومة وتأتي حكومة، جاءت حكومة سعد الدين العثماني وأقرت باتفاقية 26 أبريل وبدأت وحاولت أن تتم تنفيذ واتفاق ما تم الاتفاق عليه، ولكن مع الأسف يبقى هذه كلها شعارات وكلها كلام يحاول بها تغليط الرأي العام. كثير من الأسئلة التي تطرح اليوم وهي لما استمرار الأساتذة في إضراباتهم رغم اتفاقات المبرمة مع الوزارة المعنية، الاتفاق الأول والاتفاق الثاني. بالنسبة لهذه الاتفاقات كلها لا تخدم مصالح ولا تخدم مطالب نساء ورجال التعليم العاملين في الأقسام، وإنما هذه المطالب كلها امتدت للناس الذين لم يطالبوا بشيء ولم يقوموا بأي إضرابات. وهناك أمر لا بد لتوضيحه، وهو أن هناك مطالب لنساء ورجال التعليم أساسية، وهناك اتفاقات مرجعية
يرجع إليها نساء ورجال التعليم التي تنصلت الحكومة من تنفيذها وعدم إعطاء الحقوق لأهلها، وخاصة الاتفاق 26 أبريل 2011 الذي نعده اتفاقا مركزيا من بين أهم الاتفاقات التي مرت في تاريخ العمل التربوي بالمغرب، لأنه اتفاق مؤسس وبوحي من خطاب جلالة الملك في 30 مارس 2011 الذي بيّن الأسس التي تنبني عليها الدولة المغربية، وهي الديمقراطية والعدالة والإنصاف ودولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. إذن فنحن كنساء ورجال التعليم نؤمن بمؤسساتنا ونؤمن بما تخرج به من اتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين. إذن فاتفاق 26 أبريل 2011 باعتباره اتفاقا مؤسسا يدخل في هذا الإطار، وبدأ تنفيذه ولكن لم يتم تنفيذ ما تبقى منه وهو الدرجة الجديدة أو ما يعرف بخارج السلم، ثم التعويض عن المناطق النائية. إذن فهذه المادة وهي خارج السلم هي التي امتصت غضب نساء ورجال التعليم وامتصت غضب المواطنين في الفترة التي كان فيها المغرب كله يعرف ما يعرف بالربيع العربي، وكان ممكن أن يكون المغرب كما هو الحال بالنسبة لمصر وكما هو الحال بالنسبة لتونس وكما هو الحال بالنسبة لباقي الدول التي عرفت حراكا ورأينا ماذا وقع فيها. إذن فالمغاربة من خلال هذه التوجيهات الملكية ومن خلال هذا الاتفاق التاريخي الذي هو اتفاق 26 أبريل 2011 امتص غضب المغاربة، حقق لهم بعض المطالب، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم تنفيذ المطالب الأساسية للنساء ورجال التعليم العاملين في الأقسام، وتم إعطاء مجموعة من الامتيازات للذين يشتغلون بالإدارة التربوية ولكن تم إقصاء نساء ورجال التعليم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.